ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد، والمسلسل اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن النهارده هو مسلسل لسه نازل التريلر بتاعه امبارح بالليل على ما اعتقد، وهو مسلسل ملوك الجدعنه، وده الحمد لله هيكون الاوفيشال تريلر بتاعه، لان هو امبارح نزل التيزر ونزل الاوفيشال تريلر، معرفش ازاي يعني الاثنين في نفس اليوم. ده على حسب اللي انا شفته، يعني ممكن يكون التيزر نزل قبلها بيوم الله اعلم، بس اللي انا اخدت بالي منه ان التيزر والاوفيشال تريلر نزلوا امبارح، فمعرفش بصراحة. يعني ممكن يكون في شانل ثانية عن نت منزلها من بدري برضو، معرفش. ما علينا. اللي معانا في المسلسل هو مصطفى شعبان وعمر سعد، السنة دي هيعملوا دويتو مع بعض هما الاثنين في مسلسل واحد، ومعانا كمان رانيا يوسف وعمر عبد الجليل، ياسمين الرئيس، احمد صفوت، عباس ابو الحسن نايس، اوكي، دلال عبد العزيز، وليد فواز، و الله يرحمه يوسف شعبان، وهو من تاليف عبير سليمان ومن اخراج احمد خالد موسى. في ناس كتيره بتقول التريلر حلو، انا مش عارف هو فيه ايه. طب احنا هنتفرج على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه السنه دي؟ انا مش عارف، انا تعبت على فكره بجد، يعني من كميه المسلسلات السنه دي يعني حلوه بطريقه يعني مبالغ فيها بجد، يعني مش بهزر يعني. ما علينا، هنشوف دلوقتي الاوفيشال تريلر بتاعنا لمسلسل ملوك الجدعنه. طبعا كالعاده ما شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا يا باشا. احنا صحيح مش اخوات، انما يعني مقاولات وشركاء ساعات. الدنيا يا باشا هي اللي واخدانا مقاولة وشركاء في الوطن سيادتك، وحتة تورنيه بناكل من وراها عيش. نعم يرحمك. ما انت راجل انت. انا السبب في اللي انت فيه ده. ياكش ياب تكون فاكر الرجولة سجاري الملفوفة والصدر المفتوح. انك تتولد فقير دي مش مشكلتك، انما انك تموت فقير دي بقى مشكلتك انت. انا عايز انك تاني تيجي يصلح الماتور. مش يمكن طاقة القدر اتفتحت في وشنا. هو ابو جهنم. انتر ابو سته. العيال دي لازم تدفع ثمن ان انا قعدت افكر فيهم 35 دقيقه من عمري. بتعمل ايه يا واطي يا نجس؟ عيال حلو بس ولاد كلب نفس قصير. ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ هولع لكم يعني في نفسي. انا محتاج شباب زيكم، الحماس واخدهم ورا مصنع الكراسي. لا جامد ده للزوز حلو قوي. ما تدوش لايك يا زميلي. لا احمله الاول. انت كده اتجننت. انت كده ابن اخرنا. واحده غيرك كانت غلطت في 60 داهيه بقى نعملتها الوسخه دي. خلاصي اخدنا الحق لقصور مش كده؟ اصبروا علينا. هو مش سفينة قالك لو غلطت غلطة تاني هتسعد للنهائي؟ هو انت مش هتغير ابدا؟ وده ايه بقى؟ خلطة الكبدة؟ ولا بتعملوا سندوتشات حشيش للزباين؟ انا ما بحترمش اللي بيسامح. اوعى خراب. احنا ما بنزحفش ارحمك. احنا ملوك الجدعانة والقلب الميت. لا يا جدعان، لا يا جدعان، المسلسل جامد فشخ، المسلسل حلو يعني. طب انا اقول ايه؟ طيب يعني انا انتوا هم السنه دي تقريبا يعني عارفين ان في حد بيعمل تقريبا ريفيوز لكل مسلسلات رمضان، ولما بصراحه لما بيعمل تريلر رياكشن والتريلر بيبقى محترم بيتفرج، فتقريبا هم السنه دي ناويين يجيبوا اجلي يعني. انا طب انا اتفرج على ايه ولا ايه؟ المسلسل شكله حلو فشخ برضو على فكره، وعجبني جدا جدا جدا، ومتضايق ان هو حلو يعني. عارفين انتوا لدرجه الواحد متضايق ان هو حلو، لان هو حلو فهيعجبني فهضطر اتفرج عليه زي الجزمه. فانا مش عارف هو فيه ايه. طيب يعني مش عارف جماعه. السنه دي بصوا، انا فكره ان انا اتكلم على مسلسلات كتيره والحاجات الكتيره اللي انا هتفرج عليها، الفكره ان هيبقى صعب ان انا اتفرج على طبعا على كل المسلسلات. انا ما اعرفش هتفرج على كام مسلسل، تمام، لان زي ما قلت لكم في فيديو من الفيديوهات في حاجه كده خاصه بي انا، دي اللي هتحدد مصير مسلسلات رمضان السنه دي. حاجه خاصه بي انا، لو الحاجه دي تمت اخرنا السنه دي هنتفرج على 5-6 مسلسلات، 5 ماكسيمم. لو الحاجه دي ما تمتش هيبقى حرفيا من 10 ل 12 مسلسل،
تمام. فالله اعلم، انا مش عارف برضو، المسلسلات كلها حلوه قوي 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 بطريقه غبيه يعني بجد. في ايه، انا عامه نسبه ترقبي للمسلسل ده هو 7/10. زي ما قلت هخلص كل التريلرز رياكشنز والتيزرز رياكشن وكل حاجه رياكشن، وفي الاخر حاجه اقول لكم شكرا انا كده خلصت التريلر رياكشنز بتوعي ومش هعمل تريلر رياكشنز تاني، وهنبدا نصفصف كده كلنا الحاجات الحلوه دي ونشوف هنتفرج على ايه في فيديو كده منفصل. لسه ما قررتش هيبقى فيديو عادي ولا هيبقى لايف على يوتيوب زي ما كنت عامل السنه اللي فاتت تقريبا يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها لمسلسل ملوك الجدعانه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.